السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله نشارك معكم خبيزات بالدقيق ديال القمح الكامل. سبق لي وشاركت معكم عده وصفات ديال الخبز، منهم ديال الفرز، ديال السميده، ديال البلبوله، ولكن دائما كيتطلب مني انني نحضر لكم خبز ديال الدقيق الكامل وكيفاش يجيكم الخبز رطب وما يقصحش لكم في الفران. المهم غادي نعطيكم بعد نصائح على حسب التجربة ديالي، ونتمنى تجربوه وينال الإعجاب ديالكم. فتبعوا معايا المقادير والطريقة ونبدأ بسم الله. عندي هنايا 500 غرام دقيق ديال القمح الكامل، هذا اللي كيكون بالنخالة ديالو. ولا بغيتوا تعبروا بزلافة غادي ديروا جوج ديال الزلايف. المهم هذه اللي حيت راه غير باش غادي نقرص فيها العجينة، داكشي علاش كنغربله باش ناخد شويه ديال النخاله، هو اللي غادي نقرص فيه الخبيزات. درت شويه ديال الملحه وغادي نزيد معلقه كبيره من الزيت، وغادي نزيد معلقه كبيره من الخميره ديال الخبز. من الاحسن تستعملوا هذه المعجونه خصوصا في الجو اللي كيكون بارد باش كيخمر لكم العجين دغيا. وزدت كاس ديال الماء يكون دافي ما يكونش سخون بحال ما يقتلش لكم المفعول ديال الخميره. غادي نخلط كل شيء مع شويه ديال الطحين، نخلي هذيك الخميره حتى تذوب وعاد كنبدا نجمع. حتى الماء الا بغيتوا تعبروه بزلافه غادي ديروا زلافه ديال الماء، وكنأكد على الماء يكون غير دافي ما يكونش سخون، خصوصا هاد الدقيق الكامل فما كيبغيش الماء سخون بزاف، يكون غير دافي. كما شفتوا راه فين النخاله كثيره، داكشي علاش كيبان لكم بحال هكا، ولكن راه ما غاديش يبقى هكا، غتبقاو تجمعوا تجمعوا وتدلكوا. من بعد العجينه غادي تتعلق، كيف كتلاحظوا هنايا العجينه راه بدات كتتعلق. غادي تكون العجينه خفيفه وغتبان لكم ما متماسكاش، ولكن بعد كتبداو تدلكوا وتزيدوا الماء بشويه، تدلكوا وتزيدوا الماء حتى كترجع عندكم واحد العجينه بحال هكا. باش نكون معكم صريحه، انا العجينه راه ما قدرتش ندلكها بيدي، فخديت العجينه وحطيتها في العجانه وبديت كنزيد الماء بشويه بشويه، العجانه هي اللي دلكتها. المهم قدرتوا تدلكوها بيدكم، تدلكوها كانت متوفره عندكم العجانه. كتجمعوا العجينه كما وريتكم في الاول وكتحطوها في العجانه، ولكن السرعه ديال العجانه ما تكونش عاليه، تكون ناقصه، ديروها غير في الواحد او في الجوج. بالنسبه لي انا راه عجنتها في الجوج، يعني في رقم جوج، ما تعليوش السرعه بزاف غادي يسخن لكم العجين وغادي يخسر. صافي هنايا غادي نغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. خليو العجينه تخمر مزيان. في المرحله الاولى انا كنخمر العجينه مزيان، يعني حتى كيبانو فيها هذوك الفقاعات. صافي غادي نخرج الهواء من العجين وغادي ندير خبيزات صغيورين. الا بغيتو ديروا خبزات كبار غادي يعطيوكم غير جوج ديال الخبزات يكونوا كبار. انا راه عطاوني خبيزات بزاف لان قسمتهم صغيورين. كنجمعوهم بحال هكا الوسط مزيان. انا هنا باش كنجمع العجينه راه كنستعمل الزيت، كندهن يدي بشي شويه ديال الزيت، كنكور العجينه مزيان ما نخليوش فيها شي فراغ في الوسط. كوروا العجينه مزيان ما يبقاوش فيها هذوك الفراغات في الوسط، وصافي كنلويهم في هذيك النخاله اللي خليت، يعني اللي غربلت في الاول. علاش كندهن يدي بالزيت؟ باش الخبيزات ما كيجيوناش قاصحين من الفوق فاش كيطيبوا، كتجينا الخبز هشيشه. فمن الافضل انكم فاش تكونوا كتكوروهم دهنوهم بالزيت. درتهم هنايا في اللاطه، غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق، عاد ندوزو باش نطلقوهم. بالنسبه لهذا الخبز هذا ما ترقوهش بزاف، ما يكونش رقيق، يكون شويه، تخليو الخبز شويه غليظ.
صافي تغطيه وتخليه يخمر نص ساعة، تفوتوش ليهم 35 دقيقة. اما اذا كان الجو سخون او البلاصة اللي كتخمروا فيها العجينة سخونة فما تفوتوش ليهم ربع ساعة، كيبانوا لكم تنفخوا واحد شوية صافي كتقبوهم بحال هكا، او ديروا غير ثقب واحد في الوسط وصافي. غادي ندخلهم هنايا الفران اللي سخنتو بعشرة ديال الدقائق قبل، درت له العافية لتحت والفوق، انا طيبتو على 300 درجة. بالنسبة للفرن عندي ايتيمات، اللي عندهم ايتيمات راه اقصى درجة هي 300. كنحط اللاطه من الجهه التحتانيه حتى كتبان لي الخبيزات تنفخوا وتحمروا من التحت، كنطلعهم الفوق باش كياخذوا واحد اللوين من الوجه ديالهم. هذا هو الشكل ديال الخبيزات. من بعد ما كنخرجوهم غادي نحيدهم ونغطيهم بواحد المنديل باش كيرجع عليهم هذاك الصهد وكيرطب. بالنسبه للاختمار، الفران خاصو يسخن بعشرة ديال الدقائق قبل اقل حاجه، فالعجينه قلنا ما تفوتوش ليها 35 دقيقه. فاش كتبقى واحد 10 دقائق على الاختمار ديال العجين صافي كنشعلوا الفران، كنخليوه كيسخن. ما كيجي الفران فين كيسخن مزيان حتى كيكونوا هذوك الخبيزات صافي خمروا، وكندخلوهم يطيب. كما ذكرت فاش كنخرجوهم نلويهم في واحد المنديل بحال يبقى لكم الخبز رطب. غير كيدفى الخبز واحد شويه، ما خصوش ما خاش الخبز يبقى حتى يبرد تماما، غير كيدفى واحد شويه صافي كنجمعوه في واحد المنديل وكنديروه في البلاستيك باش كيبقى الخبز طري ورطب. ومن الافضل الا درتو كميه كثيره غادي تجمعوا يعني غادي تخليو غير القياس اللي غيكفيكم، وداك الشيء اللي يبقى غادي ديروه في بلاستيك وتحطوه في المجمد. يعني فاش يكون الخبز باقي دافي غادي ديروه في المجمد، كيبقى زوين بزاف. فاش كتبغيوه غير كتخرجوه تخليوه يتطلق وكتسخنوه كيجي بحال يلاه طايب. فكيجي هذا هو الشكل ديالو من الداخل. غادي يبان لكم الخبز شويه صفر، يعني ماشي اللون ديالو مغمق بزاف. انا هذا هو الدقيق اللي لقيته متوفر، يعني هذا هو الدقيق ديال القمح الكامل بالنخاله ديالو، ما لقيتش هذاك اللي فيه النخاله بزاف. مهم قداش ما كانت فيه النخاله كثيره غادي يكون افضل. فنتمنى تجربوا حتى نتوما وتفرحوا بالنتيجه ويجيكم الخبز زوين وكيف ما كتبغيوه، لان بزاف كيعجبهم الخبز بالدقيق الكامل ولكن ما كيصدقش ليهم وكيجي قاصح. فنتمنى تجربوها الطريقه وتردوا عليا. اكيد الا جربتوها وتبعتوا الطريقه وجميع المعلومات اللي عطيتكم باش يجيكم الخبز هشيش، فأكيد غادي ينجح لكم. شاركوني بالتطبيقات ديالكم على حسابي في الانستغرام، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. فوصلنا لنهاية الفيديو، خليتكم على خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، بسلام عليكم.